بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا انا بتكلم بعد دقايق صغيره خالص من اجمل الفرحه جبتها، الفرحه وجبتها لاهل بلدي، جبتها لمجتمعي وللقضاء المصري. زي ما انا كنت بقول اكتر من مره ان هو هيجيب الحق لاصحابه، احنا كلنا ثقه فيه. صحيح انا مش قلت قبل كده ان انا مش اشطر محامي في الدنيا ولا اي حاجه، لكن ايمان المحامي بعداله القضيه اللي هو شغال فيها اعتقد ان هو ده النجاح. انا بالنسبه لي قضيه فرحه هي الرساله اللي انا عشانها دخلت كليه الحقوق، وهي الرساله اللي انا المفروض اديها كمحامي. مبروك لنقابه المحامين، ومبروك لكل محامين نجاح حمادي وكل محامين مصر. احنا بنعرف نجيب الحقوق مش بنضيعها. مبروك لفرحه، مبروك لاهل فرحه، برضو اعضاء المكتب اللي ساندوني. الحكم النهارده بامانه انا مش عايز اقول ان انا فرحان قوي، لكن انا عايز اقول حاجه واحده بس، ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قضى على نفسه العدل. الحكم ده بامانه 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 فرحه فرحه فرحه. رسالتك ما حدش يتخيل احساسي لما كان محامي الخصم بيجرح في موكلتي وانا مش قادر اقول له اسكت لان القانون بيجبرني. ما حدش شاف احساسي وانا بشوفها وهي بتدمع وهما بيحاولوا يطلعوها كدابه. الورق اللي معايا بيقول ان فرحه دي اصدق انسانه واشرف انسانه. انا عايز اقول ان احنا قدرنا نوصل للنجاح ده نتيجه جهد مشترك انا والاستاذ رمضان حمدان، الاستاذ عبد الله علي، افراد اسرتي عانوا معايا كتير، كلنا عانينا وهم عانوا اكتر مننا، احنا ما عانيناش معاهم اكتر ما هم عانوا معانا. رسالتك دي فرحه بقى، رسالتك دي فرحه. ارفعي راسك وشيلي النقاب لو تقدري. وقت ما تحسي ان المجتمع كله ضحك في وشك شيل نقابك، انت تستحق الحياه. كفايه حزن، كفايه انكسار، ربنا رجع لك حقك.